بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث. أحداث جديدة في المشهد السوداني نلقي الضوء عليها في حلقتنا لهذه الليلة. أهم محاورنا لهذه الحلقة تداعيات استقالة الدكتور عبد الله حمدوك وأثرها على المشهد السياسي، أيضا قراءة في خيار الانتخابات المبكرة كمخرج للأزمة في السودان، أيضا مصير الموازنة في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية، موازنة العام 2022. مشاهدينا الأعزاء، للحديث حول محاور حلقتنا لهذه الليلة يسعدني ويشرفني يكون معي على الاستوديو ضيوفي الأكارم المحلل السياسي الأستاذ محمد عمر. مرحبا بك أستاذ محمد. ألف مرحبا بك والتحية عبرك للسادة مشاهدين القناة. أيضا مشاهدينا الأعزاء، معي على الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ أسامة عبد الماجد. مرحبا بك أستاذ أسامة. يا مرحبا بك سيد الأستاذ محمد عمر والسادة المشاهدين. إذن مشاهدينا الأعزاء، أولى محاور حلقتنا لهذه الليلة حول تداعيات تلويح رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بالاستقالة. جاء ذلك في الليلة قبل الماضية، حيث كان هناك خبر من مكتب رئيس مجلس الوزراء أن دكتور عبد الله حمدوك يرغب في تقديم استقالته نتيجة لعدة من الأسباب التي ذكرها المكتب. أيضا هذه الاستقالة لم تتم لها الإكمال الاستقالة، وذلك نظرا للعديد من القرارات وأيضا التعيينات التي قام بها دكتور عبد الله حمدوك. هذه الاستقالة كان لها أثر في المشهد السياسي، حيث يرى عديدون أن 21 نوفمبر الإعلان السياسي وجود دكتور عبد الله حمدوك من أجل ما ذكره دكتور عبد الله حمدوك عدم ذهاب السودان إلى الانزلاق إلى الهاوية، وآخرين من الجانب الآخر عارضوا هذا الاتفاق وتحدثوا عن أن استقالة أو عدم استقالة دكتور عبد الله حمدوك أصبحت من الماضي للشارع السوداني الذي يعني يمكن الحراك الجماهيري يشاهده الكثيرين هذه الأيام، خصوصا أن هناك مليونية قادمة في 25 ديسمبر الجاري. أستاذ محمد عمر، يمكن التداعيات هذه الاستقالة أحدثت يعني يمكن في الأوساط التواصل الاجتماعي وغيره وكثيرين، هناك من أيد، هناك من اعتبر أن في حال الاستقالة سيكون هناك مزيد من العنف، مزيد من القمع، وأن دكتور عبد الله حمدوك يعني حفظ بعض من التوازن، وأن هناك كان إخراج للمعتقلين، وأن هناك يعني مشروع تبناه دكتور عبد الله حمدوك من أجل عودته لرئاسة مجلس الوزراء. الاستقالة تمحي كل ما جاء من أجله دكتور عبد الله حمدوك والعودة إلى نقطة 25 أكتوبر تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية للمرة الثانية للسادة المشاهدين الكرام. التداعيات استقالة عبد الله حمدوك على المشهد. التداعيات هي أن المحافظون على هذه الأوضاع الذين يريدون أن الأوضاع تسير دون إحداث أي تغييرات حقيقية في المشهد السوداني، أي يعني زي ما يقولوا شنو، يخلوا الأوضاع زي ما هي واستقرار دون تغيير هذا، وهو قد رفضته الثورة منذ 19 ديسمبر 2019. إذا كان عبد الله حمدوك يعني يعول على أن استمراره في المشهد من أجل وضع استقرار الأوضاع على ما هي عليه الآن ودون إحداث تغييرات حقيقية في المشهد السياسي ودعم التحول والانتقال الديمقراطي، إذا أصبح هو مشاركا بطريقة أو بأخرى في عرقلة المستقبل السودان والسودانيين. قد اعتقد ان عبد الله حمدوك قد استخدم هذا التكتيك، وهو من يحيطون به من مكتب وغيره من الذين يعملون معه، التكتيك اتجاهين، الاتجاه الاول اتجاه الجماهير السودانيه، والاتجاه الاخر اتجاه المجلس العسكري نفسه، باعتبار ان في اتجاه المجلس العسكري انه قد وفر للمجلس العسكري شرعيه ما وعمل على تثبيت الاحداث واصبح يمارس حياته. لكن هذا لم يحدث بالفعل، يعني توقع الكثيرين. نعم هو نوفمبر، لكن حدث غير ذلك. اصبح الان عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس الوزراء، واصبح يعيد الغاء التعيينات التي اصدرها المجلس العسكري والبرهان بعد الاحداث. هذا التكتيك الأول، هو يريد أن يكسب مساحات في اتخاذ القرار من المجلس العسكري، صلاحيات تنفيذية أعلى.
التكتيك الآخر هو تجاه الجماهير السودانية التي يعني ظلت تعاني الأمرين من القتل وعمليات النهب في الشوارع وغيره، باعتبار أن أي خروج لي من المشهد سيعيد الأحداث إلى ما بعد 25 أكتوبر. هل لكن السؤال هنا، هل جماهير الشعب السوداني هل هو غمت طموحها أن تعود الأوضاع كما كانت؟ لا، إذا كانت كده كان صبرت على البشير لكي إثبات الأوضاع الموجودة واستقرار وخدمات واستبداد. لكن طالما أن جماهير الشعب السوداني ما زالت متمسكة بخيارات التغيير كاملة وبالحرية والديمقراطية والانتقال الديمقراطي والتحول إلى دولة حقيقية وخروج كل الميليشيات والجهات العسكرية والاستبدادية من المشهد السياسي والمدنية بالكامل، يعني ذلك أن استقالة عبد الله حمدوك قد لا تحدث أي تغيير فيما يخص الشارع السوداني. نعم أستاذ أسامة عبد الماجد، لو قلت لك يمكن الشارع السوداني كان منقسم في ذلك التوقيت عندما راجع خبر استقالة الدكتور عبد الله حمدوك. هناك كان من رافض لهذه الاستقالة باعتبار أنها سيكون هناك مزيد من يعني التعتيم على المشهد السياسي وانسداد للأفق للمشهد السياسي وصعوبة الحلول إذا كان هناك جدوى لحلول. والبعض الآخر رأى أنه يعني ليس هذه الاستقالة لن تغير شيء من الأمر الواقع وليس لها أي تأثير في المشهد السياسي. تعليقك. أولا بسم الله، التحية عليك وللضيوف. نعم. أنا أفتكر أنه يعني واحد من أكبر الأخطاء اللي ارتكبه عبد الله حمدوك هو إعطاء شرعية لهذا الانقلاب في 25 أكتوبر وتوقيع ما يسمى بالإعلان السياسي في 21 أكتوبر، كان بشكل غاصمة الزهر. 21 نوفمبر. عفوا، 21 نوفمبر كان بشكل غاصمة الزهر بالنسبة للمكانة والصغة اللي أعطتها جماهير شعبنا لعبد الله حمدوك. هذا التوقيع وتقريبا في أول مليونية بعده سقط هذا الإعلان. نعم. سقط عبد الله حمدوك في وجدان كثير من الناس، وهدفت الجماهير ضد الإعلان وضد هذا التخاذل الأتى من السيد رئيس الوزراء. نعم. ده جانب. الجانب الثاني يعني أنا بفتكر إنه يعني الكلام عن استغالة وما استغالة يعني تقريبا لحد الآن ما في أي جهة رسمية تحدثت عن حدوث استغالة أو نفي حدوث استغالة، لا في صفحة السيد رئيس الوزراء، لا في صفحة أي صفحة من الصفحات الرسمية، ولا حتى من مكتبه اللي اعتاد في كل موقف وفي كل لحظة إنه يطلع بيان توضيحي لما حدث. فيبقى إنه هذا الإشاعة مجازا والمربوطة بكلمة اعتزام لأول مرة في الأعراف السياسية، إنسان داري استغيل استخدم مفرد يعتزم. نعم. اللي هي الاستغالة إذا في أسباب مقنعة يعني توضع على طول في منصة الجهة المختصة. لكن هذا الترويج حسب تحليلي أنا، هذا الترويج تقف خلفه جهات استخباراتية تمارس حرب مع الشارع وكر وفر واستغراء مواقف جماهير شعبنا. عبد الله حمدوك ما عاد في ذاكرة ووجدان وثورة الشعب السوداني رغم أساسي، زي ما عبر عنها أحد المعبرين في واحد من المواقع، يعني إنه هذا الشأن هو شأن عائلي يخص الإنقلابيين ليس للشعب السوداني علاقة به. مسألة هذه الاستقالة أصبحت استقالة كما تفضلت أنت لا تضيف ولا تقدم في وضع الشعب السوداني شيء. عبد الله حمدوك يعني مما وقع الإعلان السياسي مع العسكر وتماهى مع الإنقلاب، يعني أصبح شخص غريب في عن الوجدان السوداني من خلال تقاطعه مع زملائه. نعم. اللي كانوا في معتقل ما مشى زارون، ما تواصل مع الحرية والتغيير النهائي اللي هي كانت تشكل الحاضنة الأساسية له، وشكل حالة بتاع غياب يعني أصبحت يعني ما عندها مبررات غير التماهي. نعم. فبيبقى إنه الحرية والتغيير وكل الفصائل الشريفة من
المجتمع السوداني ما عنده علاقة بهذه الاستغالة. نقطة أخيرة، أنا أفتكر إنه المبررات اللي أورد عبد الله حمدوك لمجيئه أو توقيعه لهذا الإعلان، من أول واحد قال حقن الدماء السودانية وما زالت أنهار الدماء تجري، ما زالت أنهار الدماء تجري في دارفور، تجري في الخرطوم، عشرات الشهداء ما زالت أرواحهم ما تصعد إلى السماء. دي نقطة. النقطة الثانية إن جريمة أفظع من الدماء اللي هي تتعلق بالانتهاكات الجنسية والأخلاقية اللي تعرضوا لها الكنداكات والمهيرات والشريفات من مناضلات الشعب السوداني. نعم، يمكن نرجع برضو للنقاط اللي ذكرتها أستاذ أسامة، لكن أستاذ محمد يعني يمكن هو أستاذ أسامة يعني تحدث عن أنه يعني لا يعني شيء للكثيرين سواء استقالة أو غير استقالة، باعتبار أنه ليس هناك ثم التأثير من بعد إعلان 21 نوفمبر. إذا حدثت فعليا بشكل فعلي استقالة حمدوك، كيف ممكن تأثر على المشهد السياسي، خصوصا أن هناك انسداد في الأفق ناحية المشهد السياسي، كيف سيكون الوقت الموقف؟ استقالة عبد الله حمدوك نفسها هو نفسه لا تعني له جدوى، باعتبار أن هو قد فقد الدعم الذي كان يمكن أن يوفره له السياسيون الذين أصبح يعني في الفترة الأخيرة أصبح يشكو للعسكر أن السياسيون يغفون حجر عسرة تجاه تنفيذ برامجه السياسية. هو الآن هنالك إشكال قانوني أو دستوري نفسه في الأول، لذا نقطة إضافية أن لمن سيقدم هذه الاستقالة؟ في وفق الوثيقة الدستورية كان المفترض أن يقدم هذه الاستقالة إلى قوى الحرية والتغيير لكي تتكفل قوى الحرية والتغيير بتعيين رئيس وزراء آخر. انتهت الوثيقة الدستورية بانقلاب 25 أكتوبر، وأصبح الواقع الجديد هو اتفاق سياسي ما بين البرهان وعبد الله حمدوك. الآن هو وفر للبرهان القطاع السياسي الذي كان يريده بعد أن زي ما يقولوا انفض سامر الانقلابيين، حتى الحاضنة التي شكلها العسكر في الأيام الأخيرة ل 25 أكتوبر لم يعطيها العسكر الثقة الحقيقية باعتبارها بدلا عن الحرية والتغيير. إذن خطوة 25 أكتوبر هي كانت قفزة في الظلام، لا يعرفون ماذا سيفعلون بعدها، وخروج عبد الله حمدوك من المشهد السياسي يعني أن المجلس العسكري أصبح بلا قدرة على التنفيذ، وليس لن يكون له شيء إلا الارتماء في أحضان النظام السابق واحد، وتكوين حواضنه الشعبية من رجال القبائل ومثل ما يفكر نائب رئيس مجلس السيادة، نائب رئيس المجلس العسكري في الحقيقة، مثل ما يفكر في عودة في تشتيت الملعب وخرابه وتدميره بالكامل. ما هي الخيارات التي يمكن أن تحدث ما بعد استقالة عبد الله حمدوك؟ هو الرجوع إلى نقطة الصفر، واعتبار أن العمل السياسي الآن أصبح مغلقا، والعودة إلى ما قبل 6 أبريل 2020، ما قبل توقيع الوثيقة الدستورية، والبحث عن الحلول. القوى السياسية السودانية ليست عاجزة عن اقتراح الحلول الممكنة، ويمكن حنرجع لديها القدرة الكافية على ابتداع أساليب المقاومة الممكنة لدحر الانقلاب وهذه التغييرات. نعم، إذن سنرجع يمكن للقوى السياسية ودورها يمكن للمخرج لهذه الأزمة، خصوصا أنه اليوم كان هناك مؤتمر صحفي أهم لقوى الحرية والتغيير. أستاذ أسامة، بالأمس أيضا السيد فولكر بيرس المبعوث الأممي للسودان تحدث عن أنه الأزمة السياسية هناك انسداد في الأفق والبحث عن مخرج آمن، وتحدث عن إمكانية الوصول لحل انتخابات مبكرة للخروج من هذه الأزمة. هل تعتقد أن الانتخابات المبكرة يمكن أن تكون حل في ظل هذه الأجواء الملبدة؟ يا سيدي العزيز، قبل ما نمشي للنقطة دي، عبد الله حمدوك كرئيس وزراء وجوده أو عدم وجوده هو ليس أزمة المشهد. أزمة المشهد السوداني هو هذا الانقلاب. بالنتيجة إجراء أي انتخابات في ظل هذا الانقلاب الماسر لن تقدم حلول إلى الواقع السوداني. لماذا؟ لأنه الانتخابات ترتكز على نزاهة، والخائن لا يوفر النزاهة. الانتخابات ترتكز على إرادة،
والإنقلابيين لا يمتلكون الإرادة. الانتخابات ترتكز على إحصاء سكاني دقيق، الآن لا يوجد إحصاء سكاني دقيق. الانتخابات ترتكز على قانون العملية الانتخابية، الآن لا توجد قوانين خاصة بالعملية الانتخابية. تبقى الانتخابات سنة ويمكن 8 أشهر، هل يمكن هناك وقت كافي لتحقيق هذا الأمر، خصوصا أنه يمكن تكون هذه الانتخابات برعاية دولية ويكون هناك لجان للفرز ولجان الانتخابات يكون شو كل برعاية المجتمع الدولي؟ بدون مجلس تشريعي يجيز القوانين، بدون قيام مفوضية انتخابات، بدون طرح هذه القوانين نفسها للانتخابات، سنعيد ذات التجربة التي حدثت في عهد 2010 كمثال، وقبلها نعم. في عهد الانقاذ 95 سوار الذهب، نعم. عهد سوار الذهب في بعد انتفاضة مارس أبريل تفصلت القوانين تفصيل، نعم. على مقاس قوة سياسية تسلطت بعد ذلك بهذا التفصيل على رغاب الشعب السوداني لمدة 30 عام. نعم. أستاذ أسامة، أستاذ محمد عمر، الانتخابات المبكرة يمكن كان في تلويح بالانتخابات المبكرة قبل 25 أكتوبر، كان هناك حديث أيضا عن أنه يعني في احتمالية أنه يعني قبل انتهاء الفترة الانتقالية يكون هناك انتخابات مبكرة، تحديدا في التوقيت الحالي وما طرحه فولكر بيرس عن أنه كحل أو كمخرج للأزمة يمكن الذهاب للانتخابات المبكرة، هل برأيك تعتقد أنها ممكن تمثل جزء من الحل؟ الانتخابات هي في 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 آخر المطاف هي الحل أصلاً. نعم. أصلاً اكتساب الشرعية والتمثيل الشعبي وامتلاك التعميد من الشعب السوداني بالتفويض على ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية والسيادية للدولة لا يتم إلا عبر انتخاب وتفويض من الشعب السوداني. لكن هل هذا ممكن في هذا الأوضاع؟ نعم، هنالك إشكالات كان قد ذكرها الأستاذ أسامة عبد الماجد، لكن من أبرزها من أبرز الانتخابات لا تعني أنها ستقوم في كتلة واحدة عملية انتخابية. الآن هل نحن متفقون على نظام برلماني أم نظام رئاسي؟ هنا 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 مشكلة كبيرة. طبعا النظام البرلماني مستويات الحكم فيه يمنع الاستبداد من حسناته مثلا، والنظام وقد يرفضه العسكر باعتبار أن العسكر نفسهم عندما يتكلمون على الانتخابات هم لا يتكلمون عن من سيحكم، هم يعرفون من سيحكم من بينهم الأسنان، يعرفون من سيحكم ومتفقون، لذلك يهيئون المشهد تجاه كيف يمكن لهذا الشخص أن يصل إلى حكم السودان. هذه طريقة تفكيرهم، ليست لديهم طريقة تفكير أخرى. ولكن المؤسف هنا أن الأحزاب السياسية نفسها تفكر بطريقة القتال بالضربة القاضية، هي إما كل شيء أو لا شيء. أرى أن الانتخابات قد تكون ليست مبكرة في حدود العام و 18 شهر مثلا، ليست مبكرة إذا حسب فولكر بيرس أنها مبكرة. الانتخابات قد تبدأ من المستويات المحلية مثلا، انتخاب الآن لماذا لا يكون في ظل الوضع الحالي، في ظل هذا الوضع هل يمكن أن يكون، هل المشهد جاهز لقيام انتخابات حسب ما ذكر؟ فننتقل لأقل مستوى تشريعي ممكن. نعم. هناك استحقاقات هذه الانتخابات، لكن هذه الاستحقاقات من إحصاء سكاني، لو سمحت لي أستاذ محمد، من إحصاء سكاني، من حتى الدوائر الجغرافية، تقسيم هذه الدوائر، يعني يمكن عمل كبير مفوضية للانتخابات أيضا كان الحديث عنها في الوثيقة الدستورية أنها ضرورة أن تكون مشكلة. طبعا 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 هي الأستاذ أسامة عبد الماجد ذكر أن من معوقات عدم قيام الانتخابات هو عدم وجود برلمان، وهو يفكر في برلمان معين، وهذه لأس المساوئ هنا. كيف يمكن لبرلمان معين أن يعمل على اجتراح قوانين وتشريعات لتغيير المشهد السياسي؟ هو نفسه غير منتخب، يعني أنه سيكون منحازا بطريقة أو أخرى إلى طريقة تفكير معينة، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يعبر تعبير حقيقي عن جماهير الشعب السوداني ومستوياته المختلفة. إذا سمحت لي أكمل الإجابة الأولى بتاعت إنه هل الانتخابات يمكن أن تحقق تغيير؟ يمكن أن تحقق تغيير. هذا التغيير الذي حدث في 25 أكتوبر، إذا كانت هنالك لدينا مستويات حكم مثلا في المحليات، كانت المحليات منتخبة، أو وصلنا يعني أن الولاة أصبحوا منتخبين في خطوة أخرى، هذه كان يمكن مقاومة الانقلاب كانت ستتم بأسهل ما يمكن، لأن الولاة المنتخبون لا ينصاعون للانقلابيين، والمجالس التشريعية الولائية لن تنصاع للانقلابيين، سيتم رفض الانقلاب من اللحظة الأولى بواسطة
قوة الدولة وقوة السلطة التشريعية التي تستمد سلطاتها من الدولة ولا تستمد سلطاتها من المعينين. مثلا المجلس العسكري الآن يستمد سلطاته من بندقيته وقدرتها على القوات المسلحة وتحكمه في مفاصيلها. أما القوى السياسية الآن تمتلك شرعية هي شرعية القضية فقط. القضية قضية عادلة، هي قضية التحول الديمقراطي، هم ممثلون ومعبرون عنها، هم يمتلكون هذه الشرعية، ولكن غير ذلك ليست لديهم شرعية. نعم، شكرا أستاذ محمد. إذا مشاهدين الأعزاء، حول خيار الانتخابات ما بين الرفض والقبول، أعددنا هذا التقرير، نذهب لهذا التقرير ثم نعود لاحقا لإكمال ما تبقى من محاور حلقتنا. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى ومرحبا بضيوفي على الاستوديو. إذن كما استمعنا إلى التقرير، رفض وقبول يواجه هذا المقترح، هو المقترح الانتخابات المبكرة في ظل هذا الوضع الذي أشبه يعني أكثر تعقيدا في السودان. أستاذ أسامة عبد الماجد، عايز أنتقل لك في جانب آخر. اليوم كان هناك مؤتمر لقوى الحرية والتغيير، مؤتمر صحفي. قوى الحرية والتغيير يعني أعادت إلى أنها تعمل من جديد مع الشارع، مع لجان المقاومة، التنظيمات الأخرى سواء نقابية أو مهنية. يمكن المطلوب الآن وحسب ما يتداول أن ضرورة لوحدة القوى السياسية بجمعاء تجاه هدف واحد، وأن يكون هناك رؤية سياسية لحل هذه الأزمة تأتي من القوى السياسية تحديدا، تترك هذه المناكفات بين عديد من التشاكس يحدث دائما في كل مرة ما بين هذه القوى السياسية. هل هو الموعد المناسب لأن تكون القوى السياسية السودانية متحدة حول هدف من جديد كما كان هناك في 2018؟ هذا الهدف الجديد هو إعادة الدولة المدنية للسودان بشكل كامل. أولا يعني الحرية والتغيير هن، نعم، الحرية والتغيير ده أوسع تحالف يتم في تاريخ السودان السياسي. نعم. ضم مجموعة أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وغيره من التشكيلات الفاعلة في الواقع السياسي السوداني، وتضامنت مع بعض كلها إلى حين إصغاط هذا النظام في 11 أبريل النظام البائد. نعم. وابتدت تعمل مع بعض، قدمت فيها بعض الأحزاب. نعم. مقترحات لهيكلتها وإعادتها تعديل فيها، وجمت كان حزب الأمة وهو لاعب أساسي فيها، جمد نشاطه لفترة مؤقتة، وانسحب الحزب الشيوعي السوداني من مشهد الحرية والتغيير ومن مشهد الإجماع الوطني، وأصبح يغرد منفرداً. دي بنرجع لها بعد شوية، التغريد المنفرد. لكن المؤتمر اليوم هو خطوة باتجاه تصويب وتحديد والكلام عما تحمله الحرية والتغيير، وفي نفس الوقت هو صد للهجمة التي ظلت تتعرض لها الحرية والتغيير من قبل المكون الانقلابي أو من قبل بعض القوى السياسية السودانية أو من بعض اللاعبين الآخرين. يبقى إنه محاولة تحميل الحرية والتغيير كل أخطاء المرحلة، أنا أعتقد في تجني على الحرية والتغيير. الحرية والتغيير هي برنامج بتاع حد أدنى، إذا أي قوة أو حزب أو تنظيم عنده رأي في برامج هذا التحالف التنسيقي ممكن أن يتعدل، ممكن أن تضاف، ممكن أن يتطور، ممكن وممكن. لكن هذه الحرب الشعواء التي يعني تستهدف الحرية والتغيير بدون التعرض للعقبات والإشكالات التي كان يضعها المكون العسكري. الآن الحرية التغيير في خلال الرؤية اللي قدمتها جديدة للشارع السوداني طرحت نقطة أساسية وجوهرية اللي هي تتعلق بنقد التجربة خلال العامين الماضيين، ومشت أبعد من النقد الأولي في القراية الأولية. الآن تم الإعلان في المؤتمر الصحفي حق اليوم عن تكوين لجنة من الوزراء كانوا مشاركين في الحكومات الأولى والثانية للحرية والتغيير وأعضاء مجلس السيادي التابعين للحرية والتغيير. هذه اللجنة تقدم دراسة نقدية لما رافق هذه التجربة. فأنا بفتكر أنه شجاعة اتخاذ موقف من
إخفاقات الحرية والتغيير هي واحدة من سمات الحرية والتغيير، ومواجهة هذه التحديات بعد تحديد المسببات الأساسية التي أدت إلى عرقلة أداء الحرية والتغيير، إذا كان مجلس انقلابي أو إذا كان قوة سياسية أخرى. فالآن الحرية والتغيير قدمت الرؤية اللي هي بتتعلق ببرنامج متكامل فيه رؤية اقتصادية. نرجع للرؤية أستاذ أسامة، بس في نفس الإطار القوى السياسية، هل بالإمكان أن تتم وحدة هذه القوى السياسية من جديد تتلاحم؟ أستاذ أسامة ذكر أن هناك حزب المجمد ثم عاد الحزب السعودي قادر الحرية والتغيير، أيضا هناك أيضا تجمع المهاديين فيه انقسام واضح وكبير، يعني مما يحدث أيضا شرخ. هل يمكن هذه القوة أن تعود مرة أخرى موحدة لعودة الدولة المدنية بشكل كامل؟ ليست هناك حوجة حقيقية لوحدة القوى السياسية نفسها، لأن العمل السياسي نفسه هو مسرح جدلي، يعني الخلافات واختلاف وجهات النظر هذه من طبيعة العمل السياسي، أو إذا انتفت هذه الاختلافات وأصبح هنا الصوت صوتا واحدا، يعني هذا ليس المسرح السياسي، ورجعنا إلى النظام الشمولية والديكتاتورية. لذلك هل عدم تحالف القوى السياسية كلها في صايد واحد للمقاومة، هل هذا معيق لإحداث التغيير الحقيقي والتحول إلى 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 دولة ديمقراطية حقيقية؟ هذا ليس عاقيا أبدا، ولكنه يساعد في تغليد تكلفة التغيير فقط، وده جزء ذاته من الخراب المشهد السياسي. قصة إنه لازم الناس كلها يكون في جهة واحدة، ولازم كلهم يكون عندهم رأي واحد للمقاومة، ولأن الهدف واحد. أبدا ليس مطالبا منك أنت التنازل عن أهدافك لتتحالف مع آخرين لتغير المشهد السياسي. من هم الذين يقفون ضد تحول السودان إلى دولة حقيقية لها مستقبل لشعبها وبنيها؟ هنالك أعداء حقيقيين معروفون ومؤسسة حقيقية تقف صدا كاملا وترفض كامل المشهد بتاع التحول الديمقراطي. مش المشهد ده هو الرفض الآن الذي حدث وفق قرار 25 أكتوبر، هو ليس رفضا للقوى السياسية التي تعمل في الحرية والتغيير في الحكومة أو طريقة الشراكة أو طريقة الوثيقة الدستورية، لا أبدا، هو رفضا للمستقبل ومستقبل الشعب السوداني في التحول إلى دولة ديمقراطية. هم يريدون تغيير المشهد لكي لا نصل لتلك النقطة، يريدون العرقلة. يعني الآن الحرية والتغيير في آخر لقاء لها لممثل التجمع الاتحادي في ذلك الوقت محمد الفكي عضو المجلس السيادي، كان قد قال إنه يمكننا أن نغير كل الوزراء الذين يتبعون الحرية والتغيير، يمكننا أن نغيرهم بالكامل، يمكننا أن نغير كل أعضاء المجلس السيادي. هل هذا شفع للقوة التي تسيطر على حاضرنا ومستقبلنا من إيقاف تحركاتها وبرامجها التدميرية للسودان ولشعب السودان؟ لم تقف. إذن قصة إنه القوة المعارضة يجب أن تتحد أو تتحالف لكي تصدر وجهات نظر واحدة، ليس هذا التحالف فقط يقلل التكلفة في مقاومة هذه التغييرات التي حدثت، وهو مطلوب إلى حد ما، ولكن يجب أن لا يكون حجر عسرة عدم تحالفنا أو عدم تكويننا لجسم واحد، يجب أن لا يكون حجر عسرة في مقاومة هذه التغييرات وسرقة مستقبلنا وحاضرنا. نعم أستاذ أسامة، طرحت في حديثك أن هناك رؤية سياسية طرحتها الحرية التغيير في الأسبوع الماضي، تم نقاشها اليوم، يمكن هيكون عندك مداخلة ردا على الأستاذ محمد عمر، لكن عايزين نعرف أبرز ملامح هذه الرؤية السياسية. أولا يا سيدي العزيز، الطريق المثالي لإصغاث هذا الانقلاب كما طرح اليوم في المؤتمر الصحفي هو بناء جبهة شعبية لإصغاث هذا النظام الدكتاتوري، دي مسألة أساسية. وبالنتيجة لو لاحظنا حتى من الإعلان الميثاق اللي توقع في 20 أغسطس، نعم، إنه الحرية والتغيير تحدثت كثيرا عن فتح أبوابها لكل القوى السياسية ولكل الراغبين من أجل توحيد الجبهة التي تعمل على الارتقاء بالفعل تأسيس الدولة المدنية. لكن لاحظنا مع الأسف إنه هذه الدعوات تواجه برفض شديد وبصلف، يعني الرفض ذاته، يعني خصوصا يعني إذا أخذنا نموذج الحزب الشيوعي السوداني خلال الفترة الانتقالية بعد خروجه من الوزارة وبعد خروجه من الحرية والتغيير، أصبح همه الأساسي هو تجريم وتخوين واستهداف الحرية والتغيير،
والآن المسألة بقت بشكل أكثر كثافة، أصبح الآن الحزب الشيوعي يكرس كل طاقاته وكل قدراته في استهداف الحرية والتغيير أكثر مما يكثفها في اتجاه إضغاط هذه. نعم، لأن هذا حديثنا عن عدم وحدة قوى الحرية والتغيير. أنا عندما طرحت أنه وليس قوى الحرية والتغيير، دعني أسميها القوى السياسية بشكل أوسع، لذلك سميتها وحدة القوى السياسية. الحزب الشيوعي الآن خارج المنظومة، لذلك هو يرى نفسه بعيد من هذا التحالف الحرية والتغيير. كان هناك حديث عن أن هناك سيطرة للحرية والتغيير من قبل 4 أحزاب سياسية. يمكن الحزب الشيوعي يرى نفسه أنه يعني ليس لهذه 4 أحزاب حق أكثر منها، لذلك هذا هو الجدل. نحن نتحدث عن أن مبادرة تكون وسطية تجمع هذه القوى السياسية، ولا نذهب لهذا الإطار، إطار التشاكس وإطار تبادل الاتهامات. يا سيدي العزيز، نعم. أولا، استخدام مفرد التشاكس، نعم، هي محاولة لتمرير خطاب الإنقلابيين وترويجه. لكن هو نعم دعني استوقفك، نعم، لكن يعني روج لذلك، روج للتشاكس لعدم التوافق لتوسيع القاعدة، لكن إذا تحدثنا بالواقع هناك تشاكس، هناك اختلاف، في اختلاف، نعم. أوكي، تشاكس دي مفروض أمام ناسبة. طيب، الحاجة الثانية، الحرية والتغيير يعني طرحت أو مدت يدها، نعم، لكل القوى السياسية عبر نداءات متعددة، نعم، وعبر اتصالات قد تكون تحتية ما معلنة، نعم، واتصالات معلنة، لكن محاولة الاستفراد بالمشهد، محاولة فرض الوصاية على القوى السياسية، دي أزمة كبيرة جدا، اللي هي يعني بفرزة المنهج اللي بيعتمد عليه الحزب الشيوعي، ودي قاعد ترميه دائما في أخطاء. يعني استخدام هذا التكتيك يا جعل يقفز فوق المرحلة، يا جعل يغرق في المرحلة، ودي أزمة كبيرة محتاجة لوقفة. ده جانب. الجانب الثاني اللي بيتعلق بهذه التجربة، يعني كل الموجودين في الحرية والتغيير، الأحزاب كانت موجودة، الكلام عن سيطرة 4 أحزاب أو غيرها من الأحزاب أو مجموعة أحزاب، ده كلام يعني يرد به باطل، وهو أصلاً ما موجود. لا فيهم رئيس مجلس السيادة، لا فيهم قائد عام للجيش، لا فيهم وزير دفاع، لا فيهم وزير مالية، يعني كل الأحزاب دي يعني ممثلة بنسب ضعيفة في الوزارات، يعني ما بتتوازى حتى مع حاجة. حزب البعث العربي الاشتراكي ممثل بوزير شباب ورياضة، حزب الأمة ممثل بأربع وزراء، المؤتمر السوداني كذلك بعدد محدود من الوزارات، وهكذا. والكلام يبقى هو كلام ضمن حملة الاستهداف لهذه الأحزاب، ودي إشكالية كبيرة. اليوم قبل في مليونية 19 ديسمبر تعرض بعض المناضلين، نعم، إبراهيم الشيخ و خالد سلك من حزب المؤتمر السوداني، وحتى الإعلامية أيضا، لتحرش أو لهجوم من بعض العناصر، قد تكون عناصر مدسة، قد تكون عناصر ذات مخطط، قد كل الاحتمالات واردة في هذا التحديد. لكن كان هناك استهجان، لكن اليوم طالعتنا صحيفة التيار بلغاء مع غايد مخضرم ومناضل سكب كثير من الزمن والعمر والدم والتضحيات من أجل السودان، اللي هو القيادي الفز صديق يوسف، في حديث أنا أعتقد أنه خزلت فيه كل هذه التجربة الطويلة. تحدث عن أنه الحرية والتغيير انتهى دوره، وده كلام ما أساسي وما صحيح، لأنه الحرية والتغيير ليست هي أشخاص، هي نظام مؤسسي، يعني ممكن يتهدم ويتبني بدل نفس النظام باتجاه نفس الأفكار. تحدث فيه عن مبررات هذا الاعتداء، تحدث عن هذه مبررات هذا الاعتداء، ودي كانت طامة كبرى، إنه غايد سياسي يبرر لبعض المعتدين يعتدوا على مناضلين، يعتدوا على زملاء في طريق النضال، إنك تحاول تجد لهم مبرر. تحدث كذلك عن بعض النقاط اللي بتتعلق بأن النضال ممكن يرتكز بصورة أساسية على لجان المقاومة، على المنظمات، على الجمعيات، وتناسى أو تجاهل عمدا دور الأحزاب السياسية المعروف أنه هو دور تاريخي في الخريطة السياسية، حتى بما فيهم حزبه، هل هو
نضب معين هذا الحزب في انه يقدم عطاء متجدد لهذه الساحه السياسيه السودانيه. هي رؤيه، هي رؤيه طرحها الزميل صديق، لكن هي يعني تقابل ايضا كما ذكرت انت برفضه وكذا. لكن كان هناك الاستهجان الكبير في انه استهداف المتظاهرين وما حدث، يعني يمكن للسيد ابراهيم الشيخ وخالد سلك، يمكن كان هناك استهجانات كبيره جدا، لذلك تم معاتبه هذا الخطاب. استاذ محمد عمر، تعليقك على ضروره وحده القوى السياسيه في ظل هذا، يعني يمكن استاذ اسامه لم يدعني يسميها تشاكس، لكن في ظل الاختلاف في وجهات النظر او التباينات. وحده القوى السياسيه مطلوبه زي ما قلت في الاول لتقليل تكلفه الانتقال نفسه. الان نحن في 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 رده حقيقيه تجاه اوضاع هي قد تكون اصعب من اوضاع 30 يونيو 89. لذلك مطلوب جدا التناسي والقفز فوق الجراحات والاختلافات من اجل الوصول الى تكوين جسم للمقاومه. ولكن هل ذلك يمكنه ان يوقفنا من مقاومه الانقلاب، حتى لان اخرين مثل حزب الشيوعي السوداني الذي يرى ان كل هؤلاء خونه وانه هو فقط الذي يعني يمتلك الحقيقه المطلقه؟ هو لم يتحدث عن نفسه. نعم هذه الطريقه الاستعلائيه، هذه الطريقه لجان مهنيه لجان اخرى. نعم. هذه الطريقه الاستعلائيه في قراءه وممارسه السياسه تجعل منك كل الناس ينفرون منك، وهذا ما حدث. الحزب الشيوعي السوداني مارس ادوار قصيره. نعم. جدا في التجمع الوطني الديمقراطي، وجاء ودخل الى برلمان عام 2005 وفق اتفاقيه السلام ووقع على اتفاقيه القاهره. نعم لو سمحت استاذ محمد، نحن اوكي التاريخ طويل نعم صحيح، لكن الموقف الان نحن نتحدث عن الموقف الحالي للحزب الشيوعي. يمكن انت كما ذكرت وطرحت هذا الجانب، هو تحدث بصفه عامه اكثر من انه خصص، لكن كان نقطه صمح. الصحيح هو نفسه الحزب الشيوعي السوداني من ادبياتهم مثلا في قصه التغيير نفسهم لا يقبلون بتغيير متدرج او تغيير يحافظ على الدماء او غيرهم. هم يرون التغيير مثلا في تفسيرهم للواقع السيء في ظل نظرياتهم الفلسفيه، يقولون يجب الانقلاب على الواقع السيء من أجل واقع أفضل. نعم. من أجل صناعة الواقع الأفضل. ذلك يعنيهم أنهم سيقودون ويقومون بكل المخاطر من أجل تنفيذ هذه الأبجديات الفكرية والفلسفية لديهم بدغمائية كاملة. هذا الوضع يجعل من التحالف معه أمر غير ممكن. ولماذا يصر الحزب الشيوعي السوداني على لجان المقاومه ان تكون ممثله في 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 في, في اي تشكيل اداري او تنفيذي لاداره البلد؟ ولماذا يصر على القوى السياسيه، القوى التي تحمل السلاح مثل الحركه الشعبيه جناح الحلو؟ ولماذا يصر على انتاج اجسام اخرى في الشارع والمسميات متعدده؟ هو لانه يعرف ان الطريق الذي يمكن ان يقود الى التغيير لا يمكن ان يجد فيه فرصه حقيقيه في 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 الحصول على مناصب او فرص. لذلك يظل هو دائما يناور في استثاره العواطف التغيير والثوره من اجل خلق مكاسب واكتساب اراضي. نعم. يمكن الوقت بيضايقنا استاذ محمد، ما تبقى لدينا الا القليل من الوقت. ذكر نقطه مهمه جدا، حركات الكفاح المسلح دورها. تحدثنا عن القوى السياسيه، تحدثنا عن قوى الحريه والتغيير، تحدثنا عن الانتخابات المبكره. قوى حركه الكفاح المسلح الان جاءت باتفاق سلام جوبا وهي موجوده، حتى اجراءات 25 اكتوبر لم تلغي اتفاق سلام جوبا. موقف في ظل حلول، في ظل انسداد افق سياسي، ما موقف الحركات المسلحه؟ شوف الحركات المسلحه يعني مع الاسف جزء كبير منها تماهى مع ما حدث في 25 اكتوبر. نعم. وجزء كبير منها اصبح هو اداء لتنفيذ أو لتبرير أو لتمرير ما تم في اعتصام الغصر. نعم. في حشود قاعة الصداقة. نعم. فده شيء مؤسف. لكن لا نعمم، باعتبار أن هناك حركة عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز لهم رأي مختلف. أنا قلت جزء كبير. نعم. منها. نعم. الحركة الشعبية الحلو عندها موقف مختلف. نعم. عبد الواحد محمد نور حركة تحرير السودان عنده موقف مختلف. الآخرين قد يكونوا متماهين. نعم. وفي فصائل. في حال أي اتفاق سياسي هل ممكن أن يكون جزء من المنظومة السياسية فيما بعد؟ الآن هناك رؤى سياسية تطرح، هل هناك هذه الرؤى السياسية ألقت الضوء على هذه الحركات المسلحة، حركات الكفاح المسلحة؟ المستقبل ده الآن الحديث عنه لسه ما وارد،
انه كيف يكون وجوده من داخل المساله دي. فلكن نحن بندين الموقف اللي ساند هذه العمليه الانقلابيه. الان العمل جاري بتحشيد كل طاقات الشعب السوداني لاصغاء ما تم في 25 اكتوبر بكل مكوناته، بالتوم هجو بحركات مسلحه بكل القوه اللي تماهت مع هذا التوجه. نعم. من برهان لحمدتي لحمدوك، لانه الان الشعب السوداني يسعى الى اكمال وانجاز فتره انتقاليه يعمل فيها قوانين واجراءات الانتخابات اللي انت تكلمت عنها بشكل مستعجل، ووضع دستور دائم للبلاد عبر مؤتمر دستوري، ومناقشه كل المسائل الكبيره اللي بتتعلق به، ومن ضمنها الوضع الاقتصادي اللي بيتعلق بحياه المواطن المغلوب عليه. اكثر شيء يمكن بهم المواطن، يعني يمكن تبقت لنا دقيقتين لكن بعجاله، لماذا لم يتم الغاء اتفاق جوا باعتبار انه 25 اكتوبر يعني لغت الوثيقه الدستوريه وذهبت الى ابعد من ذلك؟ طبعا بغباء شديد جدا اتفاق لم الانقلابيين لم يقوموا بالغاء اتفاق جوا باعتبار ان هذه القوات يمكنها ان تجد له سندا شعبيا محددا في المناطق مناطق الصراعات. ولكن هذه النقطه للاسف عدم الغاء اتفاق جوا في هذا الانقلاب يجعل ان نظرية أخرى أن الذي يحمل السلاح ليست لديه أي كلمة في أو رأي في البلد، مما يدفع آخرين من داخل هذا المشهد السلمي والأحزاب السياسية في فترة من الفترات إلى التفكير في حمل السلاح، وهذا مما يؤدي إلى خراب المشهد السياسي والانجرار إلى مزالق لا يمكن تحمى عقباها. نعم، شكرا أستاذ محمد عمر على تواجدك معنا الليلة في الحلقة. أيضا الشكر يمتد للأستاذ أسامة عبد الماجد. إذن مشاهدينا الأعزاء نكون هكذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، تحدثنا حول تداعيات تلويح دكتور عبد الله حمدوك بالاستقالة وأثرها في المشهد السياسي، أيضا تحدثنا حول مقترح الانتخابات المبكرة ما بين الرفض والقبول، كذلك المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير وحدة القوى السياسية. نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم مع الحدث. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.